السلام عليكم. لو حضرتك عايزة تنفصلي عن جوزك اطلبي منه الانفصال. لو عايزة تطلقي برضو من جوزك روحي له على طول وقولي له أنا استحالة العشرة ما بيني وما بينك، الحب اللي ما بيني وما بينك أو مش بحبك ومش عايزاك وعايزة انفصل عنك. لو رفض في الحالة دي ممكن اللي انت تلجئي لأكتر من حاجة شرعية، الأهل ما عرفوش الجئي في الآخر للمحكمة أو محكمة الأسرة أو لجنة فض المنازعات، اطلبي منه الخلع. لكن اللي انت تخونيه هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. الخبر اللي نازل ومتداول على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، الخبر كان صعب شوية. مستخبي تحت السرير التحقيق مع سيدة ضبطها زوجها عارية مع عاشقها بمدينة 15 مايو. يبقى موضوعنا هنطلع بيه لغاية 15 مايو، والتحقيقات لسه شغالة في الموضوع ده لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. الزوج اللي ورد على مسامعه ان زوجته على علاقة بأحد الأشخاص، ولكن مش متأكد من الموضوع، ولكن كل التصرفات بتاعتها في الوقت ده بتبين ان في خلل ما بينهم هما الاثنين. ما بترضاش تقعد معاه في البيت، الوقت اللي هو قاعد فيه في البيت على طول هي قاعدة في مكان تاني، مفيش نظافة ليها، مفيش اهتمام بيه، مفيش. كل الحاجات دي كلها ممكن نقول ان هي سبب رئيسي ان الزوج يشك ان في حد معين جوه حياة مراته. المهم الاشاعات البسيطة المتلمحة اللي وصلت على اذهانه ان في علاقة غير شرعية بتربطها مع عدد اشخاص، لغاية لما اتأكد في يوم معين ان في حد جوه بيته، دخل على طول البيت خبط ودخل على طول بالمفتاح. في الوقت ده لقاها لبس لبس غريب، ما عملش او زي ما بيقول لا اخد ولا ادى، ساب الموضوع لغاية لما قعد يدور مين اللي موجود في البيت عنده. الاول سألها اللبس اللي انت لابساه، قالت له انا بلبس اللبس ده كله لنفسي ما بلبسوش لحد. قال لها حتى لو انا مش موجود؟ قالت له حتى لو انت مش موجود. ما علينا، طبعا تصرف مش طبيعي ده للعلم. المهم قعد يدور لغاية لما لقى الراجل اللي كان موجود معاها على سريره، على الملاية اللي هو شاريها بفلوسه وطفح الكوتة فيها علشان يجيب أوضة النوم او علشان يكون منزل الأسرة زي ما بيقولوا او منزل الزوجية، وهي جايبة عاشقها الفجر وصل لغاية كده على سريره على ملايته في أوضة نومه. لقى الراجل عريان تماما، اتصرف بحكمة شوية مع انه كان قادر ان هو يموته ويموتها كمان، وممكن ما كانش ياخد حكم، ما بنقولش كده علشان حضراتكم تعرفوا، ولكن دي الحاجة القانونية بتاعتها هفهمكم عليها بعد كده. المهم في الوقت ده لقى عريان تحفظ عليه لغاية لما الشرطة جت ضبطته، اتهم زوجته بالزنا. الشرطة راحت اخدت الراجل واخدت زوجته على طول. محدش يقول كان ممكن يتصرف بحنكة او يتصرف بحكمة او ده الطبيعي ان ممكن حاجة تحصل زي كده. التحقيقات شغالة لغاية دلوقتي زي اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي شغالة في الموضوع ده، السيدة اللي خانت جوزها بالمنظر ده والراجل اللي ضبط عشيق مراته تحت السرير وهو عريان. الزوج الوحيد اللي ممكن في حالة معينة اثناء التلبس العلاقة دي ما بينها وما بين احد الاشخاص ان هو ممكن يقتل زوجته وممكن كمان يقتل العشيق، ومش هياخد حكم كتير، ولكن الاب ولا الاخ ولا الاخوات ولا الخلان ولا الاعمام ولا اولاد الخلان ولا اولاد الاعمام ليهم حق ان هم يعملوا حاجه زي كده في عمليه القتل تحديدا في الشرف. الزوج هو الوحيد اللي ممكن يعمل حاجه زي كده، حتى دعوه الزنا نفس الكلام. دي النقطه القانونيه اللي احنا بنتكلم فيها، ما بنقولش برضو ان احنا نعمل نقول كده هو علشان نعمل حاجه زي كده لا قدر الله لو حد لقى حاجه زي كده، لا احنا بنتكلم على الصفه القانونيه في الموضوع ده تحديدا. تخيلوا ربنا ما يوريكوا الزوج اللي بيشتغل من الصبح لغاية بالليل، اللي يسمع ان مراته اللي المفروض ان هو اختارها ام عياله ان في علاقة غير شرعية مع حد تاني، ويضبط الشخص ده وهو عريان تماما في اوضة نومه تحت السرير. تخيلوا المشهد، المشهد ده لو اتكلمنا عليه مليار مرة ربنا يا رب ما يوريه لحد في يوم من الايام. الزوجة ممكن تكون صح 100% في حاجات معينة في مخيلتها، الزوج اللي سابها اهملها ما احتواهاش ما ممكن نقول مليون مرة، ولكن السبب الرئيسي في حاجة زي كده حتى ولو كان سبب قوي جدا مع احترامي المفروض اللي انت تحافظي على شرفك علشان اهلك اللي ربوكي قبل ما كمان ما يكون زوجك، علشان عيالك الصغيرة، علشان اللي انت عاملة معاه علاقة غير شرعية مش هيعرفك تاني، ده الطبيعي. ده الموضوع اللي كان متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من ساعات قليلة،
ولغايه دلوقتي التحقيقات شغاله فيه. ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم.